هذا اليوم العرض العالمي الأول لفيلم عيار ناري لكريم الشناوي. فيلم يعني جريمة أو أقرب للجريمة، بس هو مش فيلم جريمة بالأساس، هو فيلم عن أبعاد ما بعد الجريمة. إحنا بنحترم الناس اللي هتخش الفيلم ده، وعشان حبينا نقدم فيلم يحترم عقليتهم ويطلعهم بأسئلة بدل ما نطلعهم بأفكارنا. وأنا وكريم اشتغلنا في مشاريع كتير قبل كده، أهمهم كان الشباك، فكنت متحمس قوي ان انا اكون مشارك معاه في التجربه دي. الشخصيه حلوه قوي، والفيلم على بعضه حلو قوي، الكاست فظيع والكرو فظيع، وكان لازم اشارك، يعني كل حاجه محمسه. انا بصراحه شفت الفيلم في المونتاج وعجبني اوريدي، بس انا جاي النهارده عشان اشوف النسخه النهائيه. قضيه التطرف والارهاب، قضيه عدم قبول الاخر، قضايا الظلم. الفيلم شجع، يعني فيه تايسون، محمد ممدوح، مالك، روبي، فشاوي، يعني كلها اسماء اصلا ممثلين جامدين.